رحت حياة ريجنسي، ده فندق جميل، ما فيش كلام. اشتغلت في الكافيه فريسكو. كافيه فريسكو ده المطعم الرئيسي هناك، اتفحت وفعلا اتفشخت من الاخر. كنت انا افطار والغدا، فطار والعشاء، والغدا بقى يقوم قايل لك ايه، انت المفروض تروح تريح، انت بتصحى الساعه 6 الصبح، تبقى في المطعم الساعه 7، تخلص على الساعه 12 وتقوم رايح مريح، وترجع بعد كده على الساعه 5، العشاء الساعه 6 وتكمل واحد. يقول لك لا، ده النهارده عايزينك تساعد على البول، بكره عايزينك تساعد على البيتش، بكره مش عارف ايه. يا نهار ابيض يا جدعان، الترن اوفر اللي كان في البريكفاست مش ممكن. انت كنت بتلاقي الكيو فروم ذا دور اوف ذا ريستورانت لحد الريسبشن، كيو ناس واقفه عايزه تخش. الطاح مطحنه، التيبس ما كانش نفس حتى يمكن كنت بعمل في مبيك اكتر منه. السالري زاد شويه، مش حاسس بيها لان انا التيبس كان هناك حلو ومش حاسس بيه، حاسس ببالانس. الاوضه بقى، شوف انا كنت قاعد في اوضه سنجل دبل اكوموديشن، قاعدين في اوضه فيها 7 وبانك بيدز، سراير فوق بعضها، مش بانك بيدز يا رب، دبل بيدز اللي هي فوق بعض دي، تمام. وتكييف كان فوق راسي كده، انا كان بيزن طول الليل. هي اوضتين، 7 هنا و7 هنا، والحمام في النص. الحمام ده فيه حمامين واثنين شاور للسبعه دول وللسبعه دول، يعني كل ده بيستخدم الحمام ده. يعني ساعات انت الصبح بتبقى خارج، بتبقى واقف مستني واحد يطلع من الحمام. شفت بقى، انا بدات انهار في اول يومين، اول شهر انا بدات عندي ستريس. انا كنت قاعد في اوضه، احمد كان بيخرج قبل مني بالشيفت، وانا كنت عايز ان انا عايش لوحدي لان ما كنتش بشوفه اصلا، احمد طايل. رحت بقى لقيت 7 و7 واحنا بنستخدم نفس الحمام، تطلع كده بالظبط في الشغل بيعصروك، والله بتتعصر. انا كنت حصل لي حاله من الاستريس بشعه. وكان عندنا مدير الله يمسيه بالخير، مستر حسن مش حسين، حسن ده كان بعد كده بقى مدير الان روم داينج، بس هو كان اسيستنت مانجر. ده كان بيطلع عين، كان راجل منوفي، كان عسل، انا بحبه بقى، هو منوفي، انا مش ضد المنايفة، بس هو ده الجيش علم معاه في المنايفة. وهو تمام قال لي بقى تعالالي، ومسكني بقى، كان بيغسلنا يعني. احنا خلصنا شغل واليوم اللي مش هنساعد فيه على البول ولا بتاع، يجي يقول لك نظف لي تحت الترابيزات دي. يا عم ده شغل الهاوس كيبنج، يقول لك لا نظف، شيل اللبان، شيل اللي مش عارف ايه، عايزك ويطلع لنا حاجات كده يخلينا نقعد ساعتين ثلاثه بدل ما نروح ننامهم، نقعد في المطعم نتقعد. فهو كان عامل لي ستريس، وكنت انا بعد ما بتخانق معاه كنت دايما بخش معاه بدماغه وكده. بس هو كان جابني كده في مره وقال لي بص يا محمد، انا عايز اقول لك على حاجه، مع ان انت الولد المناكف الوحيد اللي هنا، وانت مطلع عيني وامي من يوم ما جيت، وعمال تقول لنا موفمبيك ومش موفمبيك وبتاع، بس انا عايز اقول لك على حاجه. كان في يوم كده عملنا حاجه وجست كان بيصور معايا ومش عارف ايه، قال انا عايز اقول لك على حاجه، مع العلم ان انا ساعات ببقى مش عايز اشوفك في الاوبريشن، بس انت فيك حاجه حلوه. قال لي، قلت له ايه؟ قال لي انت على طول مبتسم، قال لي في دايما ابتسامه على وشك، يو ار اولويز سمايلينج، يو هاف ا بيج سمايل ان يور فيس. وانا فعلا كنت كده. انتوا عارفين ليه بقى انا كنت مبتسم كده؟ عبط بجد والله، عبط. انا مش فاهم، انا فرحان، انا واحد طلع من قريه قويش الحجر، بيشوف ناس اجانب، شوف بنات بمايوهات، شوف مش عارف ايه، شوف حاجات، وكانت حياه لذيذه كده، كان حاجه مش ممكن يعني، كانت الشرب والله بجد. فهو ده كانت الابتسام، ما كانتش هوسبيتاليتي على قد ما هي كانت فرحه بالمكان، وتشوف ناس وتشوف عيال صغيره شكلهم حلو كده، اللي بيطلعوا المجلات، العيال الصغيرين بتوعهم دول كان شكلهم حلو قوي. حلو حلو، خش هو ده بس ما بقاش كده. لا لا، المفاجاه باظت يا جماعه، المفاجاه باظت، تلكوا المفاجأة هتبوظ. ماشي، صباح الفل. ماشي، أما يجهز بقى وبولات كبيرة. المهم هطل بقى، هطل في هبل، في هبل في هطل. فأنا كنت داخل كده، فهو بيقول لي أنت الابتسامة بتاعتك حلوة أوي، وكانوا عاملين لنا بقى سمايل اولويز، ويقعدوا يقول لك في التنين. انا ما كانتش عندي الكونسبت ده، انا فعلا بسمايل عشان الهوسبيتاليتي يعني، بس انا كنت مسمايل عشان انا فرحان، انا جوايا فرحان. وفعلا كان بيعجبني قوي شكل العيال الصغيره بتاعه، انا كنت اشوفهم اقعد العب مع العيال الصغيره وبتاع، والعيال الكيوت، العيال اللي بتطلع المجلات دي، فشفتها قدام مني، فدي حاجه فرحتني، خلتني يعني مبسوط. ودايما كنت السمايل على وش ماشي رايح جاي على وش سمايل، ودي كانت الحاجه اللي بعد كده انا شفت انا كرهت الراجل ده قد كده ازاي يعني، كنت بيني وبينه. بس دلوقتي لما بفتكره والله العظيم الراجل ده كان محترم، كان راجل شديد جدا، وكان باك. لو اي حد من اي ديبارتمنت جه عليك كان بياكله، وكان مدير. انا بفتكره، بصوا بقى انا في ساعتها انا كنت صغير، وطلع عين امي معاه والله. انا كان بصراحه كان العيال كلها بتكرهه مش انا بس، المطعم كله كان بيكرهه،
بس لسه في حياة لغاية دلوقتي على ما أعتقد، وبقى حاجة